بدي اسمع مالي خلق. اكيد لك خلق ولا ما لك خلق؟ خلق. ليه اختفت عن يوتيوب عبد الرحيم؟ والله ما بعرف، مشكله من عنده، من عند يوتيوب ما بظن، من عندهم، انا ما بظن من عندهم، لانه يمكن صار عليها حقوق هيك بظن انا، هيك منتجته براسي يعني انه صار عليها حقوق، لانه هي انتشرت اول شيء نفس الميوزك، هو بس الميوزك رجعت انشالت ونحطت على صوتي ووزع ليها الاستاذ ميشيل فاضل. ليه عطاك اياها وقتك قادم؟ ربحت ببرنامج اسمه هيت الموسم، كنا خمسه هيك من كمان من ذا فويس كيدز، فربحت، اما اللي بيربح بياخذ غنيه، فانا هداني القيصر كاظم الساير مالي خلق. وبس غنيتها حبه منك؟ اكيد حبه، انا كثير بحبه وطلعت معه حفلتين غنيتها كمان هون بلبنان. وهلا في تواصل مع القيصر؟ يعني في تواصل ولكن قليل بحكم عمله هو اكيد يعني، ويعني كل المودة وكل الحب له، لانه ما في ارقى من هيك انسان عن جد، ولمتابعينه ومحبينه لانه بشكل مو طبيعي ما شاء الله. طب يلا لا قاسم ومتابعينه ولنا بنسمع. مالي خلق أحب وافتري، نار العشق نار وبتحرك حرك، احنا في وطن كله محن، كله وجع كله فتن، واللي يحكموا في هذا الزمن التفوان لا نتفق. مالي خلق مالي خلق مالي 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 خلق. الله الله الله. صوتك يا عبد الرحيم كان حلو، صار احلى من لطفك. شكرا والله. وهالاغنيه حرام تروح عن اليوتيوب يعني، قد ايه حلوه وقد ايه اصلا انطبعت باذاننا ووجداننا.